حل موعدكم مشاهدينا مع ايت سمارت، واليوم معي رندا فهد، واليوم موضوعنا عن المايجرين او وجع الراس. صباح الخير رندا. صباح النور. كيفك اليوم؟ مثل العاده عندنا خبريتنا وكمان عندنا المسابقه. يلا رح نبلش بالمسابقه اليوم، حتى الاشخاص اللي عم يسمعونا واليوم فرصه يكونوا عم يحطوا اجوبتهم. فنحن مسابقه بيري لايت هالاسبوع كانت على المانجو او الاكيدني، اي في الياف اكثر؟ هل هي بالمانجو او بالاكيدني؟ اكيد عم تحطوا اجوبتكم على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي او بيري لايت هيلث سنتر. بعد ما لكم مجال للتنين عشيه لنكون عم نعلن اسم رابح ام رابحه ليكونوا عم ياخذوا ماكولاتهم من مطبخنا. هلا خبريتي مهضومه كثير. اول شيء نحن بتعرفي رجيم والاشخاص بدها تضعف، فالاشياء اللي بتخاف منها هي النشويات. النشويات اللي هي الرز الابيض، المعكرونه البيضاء، الخبز الابيض، لانه بنعرف نحن بيكون الجلايسيميك اندكس تبعهم عالي، بيبعثوا السبيسيال انسولين يتدفع بزياده وبنصحوا. فهون كثير العالم عم تحدهم. وبالحقيقه مع الوقت اذا بتلاحظي ستيفاني اكثر شيء العالم عم تخاف من المعكرونه. قريت عنا هيدي كذا شخص حاطين على الاندبندنت، يمكن كانوا كاتبين كان بدي اعمل لك تاج انه المعكرونه بتساعد لنضعف. هلا قلت لي ما بعرف، فخلينا نشوف شو انا مثلا هيش كيك شيء قريته وحبيت من وراء البحث كنت عم خبر العالم ليش او هل هي عن جد انه المعكرونه طلع الجواب انه هي بتضعفنا بدل ما بتنصحنا؟ فخلينا نحكي الاشياء مثل ما هي حسب قد بناكل اكزاكتلي وحسب كيف عم ناكلها. فهون هذا البحث انعمل على المعكرونه وعمل انعمل كثير ترايلز على اشخاص تقريبا اعمارهم بال 50 سنه وكانوا اكثر من 2800 شخص، وهول الاشخاص كانوا عم ياكلوا النشويات اللي هن اعطوهم اياها كانت المعكرونه واعطوهم اياها على فتره، وتبين انه هالاشخاص اكيد ما نصحوا، اكيد ما زاد عندهم الفات بخلال السنه، ولكن بخلال هالسنه نقص عندهم مش كثير، نص كيلو، اولا اللي نقصوا هو نص كيلو بالوزن. مش غلط هي الفكره انه المعكرونه ما نصحتهم، ولكن هون كيف نعمل البحث وقديش اخذوا معكرونه؟ اللي بدنا نعرفه انه المعكرونه اللي اتاخذت كانت 3.3 من الحصص. شو يعني هالشيء؟ يعني هن اخذوا فنجان ونص من المعكرونه بالاسبوع. ييه. ايه مش انه ما هون واحد لا يعرف، لانه دائما اوقات واحد بياخذ تيتر بنقرا تيتر وبننبسط نبلش ناكل معكرونه لانه ما بتنصح. فهون فنجان ونص، هلا هالفنجان ونص بالاسبوع في عالم، فاذا يكون عم ياخذ واحد شقفه ستيك واخذ حدا نص فنجان باستا عظيمه، او في يكون اخذ فنجان ونص. انا دائما بقول لهم للعالم اللي بيجوا لعندي على الكلينك بعلمهم شوي طرق طبخ، فبقول لهم وقت تعملوا الباستا حطوا بروكلي بقلبها، حطوا جزر، حطوا يعني دائما بدنا نحط غير الخضره، حتى شغلتين انتم عم تسكبي صحنك يكون في شويه معكرونه وشويه خضره كمان. نعم. بنفس الوقت. والشغله الثانيه انه الخضره هي من الاكلات اللي هي فيها لو جلايسيميك اندكس، ما بتعلي الانسولين بالجسم، بتعمل بالانس، فبتكون عامله البالانس. هيدي عم تحكي عن المعكرونه البيضاء، العاديه مانها سمراء، بس الافضل ناكل الاسمر دائما. وعلى فكره المعكرونه السمراء طيبه، يعني اللي بيدوقها معك حق، ما هيك اذا حطينا معها خضره وهيك ما كثير البندوره والبصل بالفرق. اكزاكتلي. اذا اكلناها مسلوقه اكيد بدنا نحس 100% بالفرق 100%. فاذا هون المعكرونه طلعت بتضعف هيدا التيت اللي فنجان ونص، ولكن بالجمعه فنجان ونص مش اكثر من هيك. مثل كانه عم تاكلي غير شيء يعني. مزبوط. من النشويات مزبوط. هي الفكره ستيفاني من وراها انه بليز ما تخافوا من المعكرونه، ما تخافوا. ما في اكله بدنا نخاف منها ونحط عليها مثل ما بيقولوا اشاره حمراء وممنوع ناكلها. ولكن نرجع على نفس الموضوع، الاعتدال هو سيد الموقف هون. كثير منيح. تنرجع لموضوعنا المايجرين، وجع الراس. وجع الراس اللي هو الكثير قوي المايجرين، ما رح فوت بالاسباب المليون اللي معقول واحد يصير معه مايجرين، رح فوت دغري بقضيه الاكل. ليش حكيت عنه اليوم؟ حكيت عنه اليوم لانه المايجرين اكثر شيء بدي العالم يعرفوها شغلتين. اول شيء وقت نغير نظام معين اللي هو معرض ليصير معه اوجاع الراس بيوجع راسه اكثر. مثلا كنت انا صايم بهالفتره عم باكل، اكلت ما عم باخذ قهوه او
بهالشيء بيقدر يعمل لي مايجرين. كنت انا عم باكل عادي وبلشت صوم، هالشيء بيعمل لي مايجرين. كنت ما عم باخذ قهوه، اخذ كثير قهوه بيعمل لي مايجرين. او اذا معود اخذ قهوه ما اخذت قهوه كمان. فاذا كل تغيير معود ما اعمل رياضه، عملت رياضه قويه معقول يصير معي مايجرين. فاذا هالتغيير الجذري اللي بنعمله لجسمنا معقول كثير يعرضنا لمايجرين. او ما كان عندي ضغط صار عندي ضغط كمان بيعمل مايجرين. كل شيء اكزاكتلي. فهيدي اول شغله بحب انه العالم تعرفها. الشغله الثانيه اللي بدي اقولها، بدي احكي عن كذا موضوع، رح احكي بسرعه عن النوم. بالاوقات بنقرا دراسات لازم تناموا زياده، اوقات دراسات لا ناموا اقل. هلا هون بالنسبه للمايجرين مش ولا نوم زياده ولا اقل. هل انت معوده جسمك ينام 7 ساعات؟ 7 ساعات بيكون كثير منيحه له. اذا نمت 8 ساعات هو جسمك معودتيه على 7 رح يعمل مايجرين. اذا انت معود جسمك على ينام 7 ساعات نمت 6 ساعات اليوم رح يصير معك مايجرين. فاذا اوقات لما نشرب الكحول كمان حتى لو بكمية قليلة مزبوط. هلأ رح أحكي عن الألكوهول، بس هون أول شيء حكيت عن النوم. تاني شغلة بدي ألفت النظر عليها هي قضية الأسنان، وهون برجع على قضية كمان الستريس. بأوقات نحن بستريس معين يمكن ما حاسين فيه، ولكن نحن ونايمين بنكون كثير عم نكز على أسناننا. هالكزة على الأسنان أكيد نتيجتها عدة أشياء، يمكن أوجاع رقبة، بس كمان اللي معرض لمايجرين رح تعرضه لمايجرين. وهون منيح واحد يروح يفحص أسنانه، يحكي طبيب الأسنان ويشوف يمكن يضطر إنه يكون عم يحط العيون. هلا هيدا موضوع، لا رح أرجع أنتقل للاشياء الثانيه لا اوصل لك. فهيدي شغلتين بدي ارجع احكي، لانه ستيفاني انت ذكرتي الكحول. دائما نحن في شغله هي التايرامين، ماده التايرامين هي بتعمل مايجرين بحد ذاتها. طب شو هي التايرامين؟ هي نوع من الاسيد الاميني اللي هو موجود كل ما يتعتق الاكل. فوقتها نحن نكون عم ناخد الانبيد، والانبيد يكون معتق، كل ما هو كان معتق كل ما كمية التيرامين كمان بتكون موجودة زيادة. فهالشي بيؤدي للمايجرينز. أكتر شيء بالتعتيق عم بحكي وقتها يكون عندنا كمان الأجبان، مشان هيك الأجبان اللي بنقولها أجبان معتقة هي معقول كتير تكون عم تعمل مايجرين. واللي عنده مشكلة المايجرين من أول إشياء بنقوله يبتعد عن هالأنواع من الأجبان. كل ما معتقة كل ما هي بروسس، كل ما هي بتعمل مايجرين أكتر. كمان لأرجع للألكهول، ما ننسى نحن وقت عم نتناول الكحول مثلا النبيد عم يتغير تدفق الدم بجسمنا. فكل شغلة بتغير تدفق الدم بالجسم هيدا شيء معقول يؤدي لمايجرين. ومشان هيك نحن بالكحول معقول يؤدي للمايجرين، وبنفس الوقت الكافيين معقول يؤدي لمايجرين لأنه كمان بيغير تدفق أو الدم بالجسم. يزيل المايجرين كمان. هلأ إذا حكيتي واللي معه مايجرين وشرب الكحول، لا مش معقول يساعده هالشي ضد المايجرين، هيدا واحد. ولكن اللي عم تحكي انت هو له علاقة بالكافيين. مزبوط، الكافيين بينت اذا نحن شربنا كمية صغيرة، وبحكي هون بالرقم 200 ميلي جرام من الكافيين بالنهار، اللي هو تقريبا فنجان ونص حسب قديش تقل الكافيين من القهوة. هيدا الشيء في ساعد ويحمي ضد المايجرين اتاكس، فاذا هون بيحمينا. ولكن اذا نحن اخذنا اكثر من هيك رح يكون عم يضرنا وعم يوجع لنا راسنا اكثر واكثر. وامتى بصير وجع الراس؟ كل ما تاثير الكافيين كمان خف رح يرجع يصير عندنا وجع راس، نحن رح نرجع ناخذه. وكل ما نحن اخذناه تدفق الدم بتغير وبصير في مايجرين اكثر. كمان كنت عم أقول إنه أوقات بدها شغلتين سوا لتكون عم تعمل مايجرين. مثلاً في كتير أوقات بنعرف إنه الأشياء اللي هي كتير مسقعة نحن وعم نتناولها، مثلاً البوزة فيها تؤدي للمايجرين. ولكن بتاكلي بوزة بتقولي طب اليوم شو هو السكر؟ لا السقعة اللي فيه. بس ستيفاني أوقات يمكن تاكليها ما تعمل لك مايجرين.
اوقات ثانيه رح تعمل مايجرين. طيب امتى هالشيء بيعمل مايجرين؟ هو وقتها تكوني انت مشوبه زياده. فاذا نحن عاملين رياضه قويه عرقانين ومن بعدها اكلنا ايس كريم رح يؤدي هالشيء لمايجرين. اذا كان اليوم شوب كثير واكلنا بوظه هالشيء رح يؤدي لمايجرين. بينما طقس عادي قاعدين بالاي سي واخذنا كثروا القصص صار بدنا نشغل راسنا اذا بدنا ناكل بوظه اذا بدنا نشرب قهوه. دائما بدنا كومبينيشن وقتا يكتروا القصص. شو الحل؟ انا بحب وقتا يكون في هيك كومنتس. هو الانسان بده يعرف حاله، لانه الانسان اللي عمل مايجرين من البوظه يمكن ما يعمل مايجرين من الكافيين، يمكن ما يعمل مايجرين يعرف شو اللي عم بضره بده يعرف. فاذا الانسان هو بالنتيجه بده يكتشف انه وقتا هلا صار معي وجع الراس شو كنت انا باي وضع شو كنت اكل. بس هول الاشياء انا عم ضوي عليهم لحتى اذا مرق وحده منهم يكون الشخص عارف انه مرقت عندي. والعيون كمان هيدي شغله بعد عندنا وقت ما هيك رح احكي بعد او نص. اوكي بس لكون عم وضح كيف هالشغلتين لكان الايس كريم وكثير شوب. لانه بدي اذكر كمان انه في كثير ناس على الشوكولا بيعملوا مايجرين. صح. بس كمان بيقولوا لي مش دائما بيعملنا مايجرين. مزبوط وقت يكون شوكولا وقت يكون برد ونحن مصارينا تعبانه وبردانين فهيدي كومبينيشن معقول تعمل مايجرين. بينما انا اكلت شقفه شوكولا وانا جسمي كثير مرتاح اليوم ما رح يعمل لي مايجرين. لكن المصارين كمان اذا تعبانين هالشيء بيأدي. مزبوط. عم تقولي لي على العيون انا تركتها لبعدين لانه هي منا بالاكل ولكن طبعا اذا نحن صار عندنا مشكل بنظرنا ما عم نقدر نقشع منيح هيدا الشيء رح يؤدي لمايجرين. مزبوط. لنرجع نفحص عيوننا ونرجع كمان هون عملت دعايه لكل عائلتي كل يوم حسيتك عم تضحكي. فكمان هون بدنا نكون عم نفحص العيون ونكون عم نعمل اليمنيشن شيل هيدا الشغله ان كان عيوننا كثير منيح. فاذا نركز على موضوع ثاني نشوف اذا هو عم يعملنا مايجرين. هلا كمان هون بس لانهي انه في شغله بدي اقولها انه ممنوع نتقل بالاكل لانه هلا قلنا وقت المصران يكون متضايق هالشيء معقول يؤدي لمايجرين. وممنوع نجوع حالنا كل ما نحن جعنا كمان رح كمان يصير معنا مايجرين. ما حكيت على النايتريتس والنايترايس اللي هن موجودين بالاكل مثل الجامبون والبيبروني واتسترا معقول كثير يؤدوا كمان لهيك اشياء. والمونوسوديوم جلوتاميت اللي هو موجود بالصويا صوص وموجود بكمان المأكولات الصينية اللي هي كمان هيدي عند بعض الأشخاص معقول تؤدي لمايجرين. وحبتين دواء بيروح المايجرين. لا عرفوا حالكم أي وحدة أنتو هي اللي عم تضايقكم وهيدي زحوها عشانها وراسكم بيصير بجنة. Have a nice weekend رندا. Thank you. منشوفك التنين على راد مشاهدينا وقفة منتابع سوا live.